تابع لليوم عالمنا الصباحي بصرنا نستضيف بالاستوديو الفنان التشكيلي جوزيف مطر. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. نحن رح نحكي اكيد عن اخر معرض لك بس بهمنا كمان نتعرف اكثر للي ما بيعرف او حدا منه متابع كل التفاصيل. جوزيف مطر كيف بلش مسيرته الفنيه؟ وين ابتدي؟ قولي قصه قديمه. انا شوي على السريع. على السريع بنبلش من اكثر من 70 72 سنه من يكون يمكن عمري 7 8 سنين. نعم. مرحله حكايه طويله. اشتغلت بلبنان، اول شيء اشتغلت وحدي مده كبيره هيك، وبعدين تعرفت على اساتذه كبار اشتغلت معهم من عمر انسي، جورج كور، رشيد وهبي. بعدين سافرت على مدريد، عملت الجامعة بمدريد، حضرت دكتوراه وبروفيسوراه بمدريد، بعدين عملت باريس، عملت السوربون كمان دكتوراه باريس، ومعارض بالدنيا كلها من زمان. قصة قديمة هلا الخبرية. وطبعا الفنان بيتطور أكيد. بيتطور بهالسنين من يمكن عمري 7 8 سنين 10 سنين بالطفولة لحد هلا، بس بعدني بزيت الولع مثل الصلاة. كيف الإنسان بيصلي وبيحكي مع الله؟ كيف بيتنفس؟ بعد ما هيك وقت لحد هلا بزيت الحماس، ما تغير شيء ابدا. واضح. طيب يلي اذا هالقد واحد بيحكي عن حاله بشكل كثير سريع، بس في شيء يعني في محطات اساسيه واحد بيغيرها. ما في يقول انه انا معدني بنفس الطريق بنفس الولع. هلا بدك تفوتي بالتفاصيل بعمالي غير قصه. بدنا نحكي لنلاقي حالنا ليش وصلنا على هالمعرض هيدا بالتحديد، اوكي؟ لا الحقيقه عم بوصل على حالي. الفيزيون تبعيتك شو تغير فيها؟ الفنان بفتش دائما على حاله وعم بوصل على حالي من خلال اعمال وخبره وتطورات. اشتغلت اشياء كثيره، اشتغلت على البنتور ساكري، لا ساكري. كيف الانسان بيتحد مع الله تيخلق عمل فني؟ لانه لعبه الخلق لعبه مقدسه، مش يعني بنتسلى بنيجي نهار احد ما عندنا شيء بنجيب شويه بويه وفرشاه بنعمل نتسلى، لا. هي شغله بدها خبره طويله، واللوحه شغله صعبه، وما بدي اذا اللوحه بتنسجم مع البرديجي او الكنبية او لا. اللوحه لها علاقه بالبيت، بالانسان اللي ساكن البيت، هو علاقته مع اللوحه، مش بقيه اغراض البيت. مش فيك تنقليها مطرح بدك. واللوحه متى ما انعملت عندها شخصيتها ووجودها وحياتها مستقلية عن الفنان. صح. انا ما بقدر الحق لوحتي، لوحتي موزعين ان بو بارتو بهالعالم. ما بتتكرر اللوحه؟ لا ما فيك تكرريها، اللي بيكرر حاله بيكون عم بينقل مش مزبوط. المثل بقول الاول واحد شبه الست الحلوه بالقمر يا بالزهره كان عبقري، ثاني واحد كان غبي. دائما بلعبه الخلق بدك تفتشي عن حالك، من خلال حالك تلاقي شيء جديد. هلا اني بهالسبعين سنه معلوم عملت مواضيع كثيره، وحتى الموضوع مش هو الصوره، الفنان هو الصوره، بس في تطورات. خبرتك بدك تشوفي اعمالي تقدر احكيك عنها. نحن رح نشوف شويه صور. نحن وعم نحكي هلا رح نشوف بعض الصور، يا ريت تشرح لنا عنها. يعني شو الفكره رح نشوفها نحن وياك بهالمعرض؟ حتى نحكي عن هالمعرض بالتحديد. في ثلاث مواضيع كبيره. اول موضوع هو الدراسات اللي بعملها، انا بشتغل كثير على لوحتي، مش مثل ما بغير قميصي بتطلع لها، لا بتكسر لي راسي اللوحه. ثاني دراسات صغيره اللي بتوصلني على اللوحه. نعم. في بعدين موضوع ثاني تنقلات الناس بكميات اماس، هيك كيف كانوا ينتقلوا، بخبرونا انه من زمان كيف اوروبا تي بوبلي بار لي انديان لي زاندو، كلهم كيف اجوا الناس. وفي المناظر اللي مانك شايفه كمان، المناظر إلها ابعادها وروحياتها. لكن الناس مجموعه ناس هون بمعها هيدا عملها، هي الصوره هي عمل دراساتها، كنت بطرابلس عملت هالدراسات كله. الناس مجموعه ناس بقهوه بتحسيهم كتله واحده، انسان واحد كانهم متحدين بشيء كلهم سوا. ايه صح. هاي برضو هاي الصوره بالطول شايلين منها هيدا ديتاي منها. اوكي. هون كمان مجموعة ناس كنت حد عنايا عاملهم بهالفسحة الكبيرة بهالنور اللي بيقعدوا فيه. بنحس اللوحات منورين، يعني فيهم ضوء دائما هيك. اسمه فيرسيون لومينوز المعرض سميته. يعني مواضيع من النور. من النور والالوان اللي موجودة حتى تعطينا هيدا. لأنه النور إذا ما بيطلع من قلب الفنان ومن روحه ومن نفسه عبس تفتشي على شمس وعلى لمبة ضوية، إذا ما طلع من جوا ما بيطلع. صحيح. وين؟ عم بتقول حضرتك الفنان بفتش على حاله دايما
بس انا بلاقي كل الناس بتفتش على حالها. الفنان يمكن عنده شيء مميز انه عم يقدر يعبر عن هالحاله. مزبوط بيقدر يعبر. مش كل الناس فيها تعبر. الكاتب اللي بيكتب والشاعر بيكتب شعر وبينزل فين بيعبر عن شيء. ما في كثير وسائل الواحد يوصل لها. اللي بيبني واللي بيشتغل ما كلهم عم بيعبروا بالتكنولوجيا اللي عندهم اياها، بالاسيب اللي عندهم اياها. بتقدري من الورقه اللي قدامك تعملي موضوع وتعملي شعر كثير وتعبري فيه عن بدك اياه. نحن اليوم هالمعرض هذا موجود حاليا، كان الافتتاح الثالثة من بجالوري اكزور بطلعت عكاوي تحدث الخرجية. وي باقي لامتين؟ ل 17 الشهر. من يوميا الناس بيقدروا يتوجهوا لهون من 11 لل 6. وي صحيح. ليش فينا نحكي هذا بالتحديد عن المعرض انه خاص وريعه رح بيعود لمركز سرطان؟ مش كل ريعه، جزء من ريعه. نعم. انا حبيت اعمل هيك. انا دائما عامل كثير اشياء ما بدي اسمي هلا مين. بانجلترا مره كنت في مؤسسه كبيره خيريه بلبنان، وبالكويت كمان عملت لهم شيء. جزء منها لانه هيك بحب، لانه في ناس الله ديموني بيقولوا يمكن الله مش حياتهم كفايه بدهم مين يساعدهم كمان. الناس موجوده حتى تساعد بعضها بالنتيجه. هيدي اهم شغله. او في صور صغيره قلت لك عنها هيدي. نعم. محطوط جزء منها هون كل بشوفون ما ببينوا هيك على التلفزيون. هلا نحن حاليا اللي عم بيتابعنا ما عم بيقدر يشوف اي لوحات سابقه او اي اشياء. لا هون كلهم 2016. هدول بالهلا كلهم 2016. فينا نقول انه بفترات سابقه كانوا اللوحات غامقين اكثر، يعني ما كان فيهم هالليمينيزوت. قد ما كانت اللوحات غامقه واحوالها غامقه، دائما عندي بتلاقي مخرج نور امل دائما. انا ماني يأسان، مبسوط كثير بالحياه اللي الله عطينا اياها، وبشكر الله كل يوم خلقني بقدر اشوف الشمس. وبعدين انا ما بنام، بوقع بكير ساعه 2 ببلش شغلي لكل الساعه 10 11 بالليل. مبسوط كثير بالخبره هذه بنتي. نعم. وبنتي الثانيه وابني ويليام الله يخلي لك اياهم. في حدا بنتي منهم بنتي بروفيسور الفاتيري ميتسين مادونا تريغرون ميتسين. ما في حدا منهم راح كمان توجه على الفن عامل ارشيتكتور مارينا ارشيتك بس تريدوي كمان الهندسه فن البناء. شو فن البناء؟ لانه الصوره معموله تتكون مش معلقه بالسجه، بتكون معلقه بقلبنا. بده هالفن ده كل الفنون لها علاقه مع بعضها، حتى اللي بده يرقص بده يرقص بعلبك مطرح في بنا الى اخره. كل الفنون متعلقه ببعضها، ما في فن مسئول عن ثاني. صحيح، الفنون متكامله، الحياه كلها اصلا متكامله، ما في يعني واحد يشيل شيء من حياته، كله متكامل. شو فينا نحكي اليوم فاذا حضرتك عن اللوحات اللي عم بتتقدم للناس؟ انت بترفض انه حدا يوصيك على لوحه يعني انه انا بدي هيدا اللون لانه بيمشي مع هيدا؟ ما هلا كنت عم تقول عمل ايه. مزبوط مزبوط تمام. هون بده يكون عنده المقدره الفنان انه يطلبوا منه شيء يقدر يرضي حاله ويرضي غيره. ما هيدي صعبه الخبريه. ما ليش صار بالاتحاد السوفيتي من شيوعي استلمتهم وقلت لهم هيدا هو الفن واحد واحد اثنين هلكتهم. فنان بيكون عنده حريه. انا اذا ما في اجواء حريه ومبسوط وبعبر اذا بدي ما بقدر اعبر يعني بيكسوكي انا اذا سمعت تسونامي يو سمعت نزل البناية 11 ما بعرف كم طابق 11 ايلول يو قتلوا اولاد بكانا بيتربطوا الي مش بعرف بشتغل يومين ثلاثة. انا بعيش مع الحدث بصير بالعالم. ما عدنا عايشين بلبنان، عايشين وين ما كنا نحن. صحيح. يعني كل شيء بس يقولوا حطوا لي زبالة على الطريق. ما الزبالة جزء مني كمان. ما كل شيء بنشوفه عايشين معه هو منا. ما بتحب تعبر يعني عن هالامور اللي هي حزينه ومؤلمه بالحياه؟ بلا بقدر اعبرها بس ما بتحب بس بلا بعبر عنها بس من خلالها بتقشع الامل وبتقشع الرجاء وبتقشع الخلاص وبتقشع ساعه القيامه. مش انه رايع على كرسي. لا الله خلقنا وبحبنا. صحيح صحيح. حلو هالتفاؤل. انا جسمي اوبتيميست لعبه اوبتيميست. سالتيني ليش جاي وتعبيها ليه؟ وقعت من 13 درجة قطعوا الكهرباء بالعادي هون بالدولة. أنت وجاي لعنا؟ لا هيدي من جمعتين. جو من شهر قعدت جمعتين مستشفى وتكسرت كلني. طيب منيح سلامتك. هيدي حضارتنا هيك إنه يقطعوا الكهرباء على العالم؟ كيف شكلها؟ قلت لك سألتيني إذا حدا طلب مني موسيين كثير عمل كثير بورتريات ناس بأمريكا طلب مني ناس. بعدين في عندي مواضيع بتتعلق بتاريخنا عم بعالجها وبشتغل مواضيع كبيره. شفتي صور صغيره هون بس عندي صور الصوره مترين وثلاثه وكبار بس ما بدهم اقعدهم بجالوري. جالوري صغيره في صور عقدها بس كلهم اخر فتره معمولين ب 2016.
يعطيك الف عافية عن جد. اليوم اذا بنطلع هيك شوي لانه يخزي العين في يعني في صار سنين من الخبرة، اذا بتطلع لورا شوي في شيء إيه اذا طلعت لورا بلاقي حالي بعني تلميذ صغير وبدي ضلني ادرس وادرس واشتغل تاوصل شغلي صعبة ما لنا شغلة، خلينا نضل تلميذ كلنا ما حدا كلنا تلاميذ اكيد كلنا تلاميذ اذا طلعت لورا بعد بدنا نشتغل كثير. لا بتشوفوا شو عاملين اللي اجوا قبلك، عاملين اشياء بتجنن. تاشا جيريكو فنان مات عمره 30 سنه، مدرسه مثل ما هي بتعجوا استعملوا، يا ان رومبرون يو ان فيرمير، فيرمير عمل كل صور صغار هيك واشياء بتوقف قدامهم شيء بيدوخ. بس روح على اللوفر اول شغله بعملها فوت على ايكول فلاموند وهولنديز اتفرج اعمل رومبرون وفيرمير وجيروم بوك الى اخره. في اشياء ابداع هايل، الله خلق الانسان مبدع لانه الفن هو قبل كل شيء عمل انساني مش عمل الله، الله ما له دخل بالفن، الانسان خلق الفن والانسان خلق الحضاره، بده يخلقه ويأنسنهم يعطيهم وجه انساني مش ندبح ونقتل وما بوصلوا لبعيد. قلت لي بروح على اللوفر اول شغله ما بفوت على الايكول فرانسيز وهذه، بدي اروح شوف ليكول فلاموند هولنديز اول شيء تشوف يلي هن اكثر شيء بحبهم كثير. ايه يعني من جماعه رومبران هودي ليكول دو. طيب اليوم وقتها بتشوف اشخاص جداد بال انا علمت 42 سنه بالجامعات وكنت مسؤول كي ايام كون مسؤول. في عنا فنانين كثير كبار بلبنان وعنا طلاب طلعوا كثير موهوبين مثلنا مثل كل العالم، لو فتنا بجو العالمي ما عاد يقولوا له الفرنساوي احسن من اللبناني والصيني احسن، فتنا بلعبه عولمه ووجود الانترنت اكثر صار اكثر اكثر اللعبه كلها اللعبه، يعني صرنا مثل قبيله. كيف كانوا عايشين من زمان بقبيله يعيط رئيس القبيله كلهم بيصفوا هلا كمان زاد شيء بالتكي بيوصل النبأ بتوصل الخبر بيوصل الاكتشاف والشيء بيظهر قديش الله خلقه ذكي للانسان. هذا التواصل يلي صار هيك كثير والحضاره اللي موجوده اثرت بنظرتك لل للحضاره. انا اليونان حضاره بتعكسها برسوماتك. ايه معلوم معلوم موجودة. معلوم اذا بدي وما بدي بالانكونسيون بدها تطلع. انا ابن اتينا وابن روما وابن كل هالمدارس هذه لانه نحن جزء منهم، بقطع النظر نحن اعطيناهم الابجديه وطبعا بدي اشكي موضوع طويل هيدي، بس نحن ما في شوف شجره اقول هسا الشجره اللي قدامي هي جزء مني كمان الانفيرونمون. من زمان 30 40 سنه ما كانوا يحكوا بالانفيرونمون البيئه، يعني البيئه شو بسموه الانفيرونمون بريف. مع انه كلهم اجزاء من بعضها كلنا متحدين مع بعضنا. ما كانت البيئه يعني كثير عم بتموت من 40 و 50 سنه. واحد جاري حد مني قاعد بلا اكل مثلا برفض هالخبريه، بدي شارك في المشاركه الاشانج. باوروبا في كثير مراكز اسمها سنتر ديشانج بيحكوا عن التبادل بكل شيء صحيح، وبس الناس تفهم الشغله غلط. لما الثورة الفرنسية هيك عن ايجاليتي ليبرتي فراترنيتي فكروا انه ايجاليتي معك كثير بشالحك، لا نحن بدنا نكون ايجو قدام القانون بالانسانية بالليبرتي تفكري بحرية صحيح بالفراترنيتي نكون اخوة الى اخره. اهلا وسهلا فيك، احنا بنتمنى لك كل التوفيق لمعرضك لانه وقتنا خلص. وانا ممنونة وبتشكرك وبتشكر التلفزيون. اهلا وسهلا المستقبل. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. المعرض بعده مستمر فاذا لغايه نهار بعدين عندي سايت على الانترنت اسمه lebanonart.com بتمن لغايه اللي بحب يشوفه بده يشوفه اكيد بتمن لغايه سايت بده ساعات يشوفه. اهلا وسهلا فيك. انا متشكر لك يعطيك الف عافيه، رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.